وحين قرب ومعنى الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأقطار الجود إلهي على ذي الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من عادة المستور يبرز نورك من في عالم الظلال نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابنا المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدام كل الذي رغب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمح الكمال من النور عنمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم mari sejenak kita hadirkan hati kita kehusyukan fokus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
ghayatu husnul khitam. Ya Allah, Rabbi, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. لسر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أقول وقلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا Allah taala min al-aminin. Allahumma ja'alna min khawasi wa ihad. Barakatul Fatihah.